you mm -hmm. الله بدنا نرحب سوا بالموسيقي والشاعر جوني البيتار اهلا وسهلا فيك هالصبحيه الرايقه الحلوه لي بحاجه لها وطريق النحل والعسل كيف صحتك بخير الحمد لله اهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين جميعا وانا بشرفني اكون موجود بحلقه من حلقاتك واخيرا تمت كمان <applause> نعم فعلا لان كنا مصرين انه نستضيفك صحيح. لا صراحه يعني الفيولون هيك بيخدنا لمطارح كتير بعيده وخاصه اذا الموسيقي بيادي هيدا الشيء باحساس كثير كبير قديش صار لك تعزف هلا الموسيقى الشرقيه يلي انا درستها بلشت فيها من عمر صغير نعم. احترافا اذا بدك بال16 بلشت مم. احترفها على على الاصول القواعد تبعها يعني م -م. النوت وال نعم. والدراسات هل قد كنت تحبها نقيتها يعني بموهبه مش انه حدا فرض عليك لان عاده بنشوف هلا انه الاهل بيفرضوا شوي على اولادهم هيدي الاله او غيرها كيف صارت الخبريه كيف آه حتى, حتى نقيت البيولان هلا نقيت الموسيقى نعم وبلشت بكثير الات آه اتنقل من آلة لآلة لحد ما آه شدتني هالآلة بالذات واعطيتها كل حالي هلو. لانه بتاخد كثير من الوقت واعطيتها كل وقت يعني جزء كبير من المراهقه تبعي هو مع الفيولون حلو حلو يعني صديقك ورفيقك الدائم عيش معاناتك حزنك فرحك كل شيء صحيح بتقدري تتواصلي معه بـ بـ بالحس تبعك واكيد بتكون يوم حسينا من هيك عزفك انك مبسوط يعني في شيء فرح الحمد لله ما هي عم نودع سنة العشرين عشرين لو إنها قاسية كانت على كل الناس وعلى العالم وعلى اللبنانيين بس يمكن لازم نودعها بفرح لأنه منخلص منا شو رأيك؟ <applause> أكيد يعني عنصر التفاؤل شغلة كتير مهمة لازم تكون موجودة وهل يعني 2020 ما رح نقعد نحكي عن تفاصيلها ولكن أنا هون بتذكر نيتشي بيقول كل ما لا يقتلني يجعلني أقوى حلو. وبهالعبور اللي قطعنا فيه بال 2020 اذا بنعتبره كان من من الامور السيئه بحياتنا بس ما قتلنا مه. لذلك نحن صرنا اقوى وهون اهميه الانسان كيف بينمى نفسيا مش المتعه هي كل الحياه طبعا الحياه فيها فيها المعاناه فيها الالم يمكن الشطاره قد نجي على الدنيا نحزن اقل قد نتالم اقل ولكن لا مفر من الألم من المعاناة لأنه هيدي طبيعة الحياة بعمق إذا صحيح. بدنا نكون صادقين صحيح آه. يعني آه. بتحس على الرغم من أنه الحياة آه فيها كتير صعوبات بس الإنسان بضل هيك عنده يعني بيخلق إذا بدنا فرص ليكون سعيد صحيح آه. صحيح آه. الإستغلال الإنسان مثلاً اللي بيستغل المواهب تبعه بيحس بسعادة بيحس بإطمئنان لانه نحن بحاله بحث لشو موجودين بهالدنيا شو جايين نعمل بس يبلش يلاقي الانسان انطلاقا من مواهبه اللي هي الامور اللي العزيزة عليه واللي بحبها بصير ينطلق للحياه بفرح اكثر حلو الموسيقى هي دواء بيقولوا لكل داء يعني قد ايه وت... مرقنا بظروف ضيقه كانت الموسيقى عم تخفف عنك عن عائلتك عن محيطك قد ايه كانوا يجوا يمكن يقصدوك ليروقوا اعصابهم <applause> لا ليك ما بفصل الموسيقى عن عن الانسان وتحديدا عم بحكي عن حالي انا <applause> المود بنحكي عنه او او طريقه الـ هيك الـ المزاج تبعنا كثير كثير دقيق يعني اذا اذا الامور حوالينا صعبه ما كتير بقدر روح بسهوله للموسيقى الموسيقى ما فيك تفوتي عليها كمان ساعه البدك بدك تكوني بحاله ارتقاء حتى بحزنك بدك تكوني راقيه تقدري تفوتي على الموسيقى باب الموسيقى مش مش اي مش ساعه هلو. بقدر دق وفوت آه مثله مثل الشعر مثل الفنون أوه. التانية رح نحكي بما نحكينا عن ال... اكيد الموسيقى واللحن وهالشيء الحلو كمان شاعر مرهف وحساس بكملوا بعضهم يعني هو هيدا الفن والابداع خاصهم ببعضهم في شيء هيك خيط بيجمعهم طبعا هلا الشعر والموسيقى متلازمان وهذا الكلام لجرج زيدان وبالتالي هالتزاوج بيناتهم انا قدرت قدرت امسكه يمكن نعم واتوجه له و والشعر طبعا هو هو كمان جزء كبير من من حياتي من من اهتماماتي طبعا بتكتب بالمحكي باللبناني باللغه او بتكتب كمان اضافه للغه المحكيه الفصيح او ما هلا نحو. تخصصي انا بال... بالادب العربي و... وعندي مؤلفات قصص مدرسيه باللغه الفصحى طبعا آه. وبكتب باللغه الفصحى حلو ولكن بالشعر كتجربه اولى انا صدر لي ديوان هلا نحكي عن الاشياء الحلوه اللي بتابعك طبعا بتحكي بالشعر محكي، بتكتب محكي مبدئيا انا هلا الشعر رحت للمحكي للمحكي آه ما بعرف ليه ايه. تحديدا اخترت المحكي ولكن هو آه كمان أول... شعور بياخذك لحاله آه يمكن ولا يمكن يعني يمكن الشعر هو بياخذني لعنده اكثر يعني ما انا باخذ القرار باي باي كلمه بدي روح باي توجه هو بيخدني إذا فعلا الإنسان عم بيصغي لأعماله يعني إذا عم نحكي عن القصص اللي أكيد صدرت لك كم قصة و... عندي أكثر من 12 مؤلف مدرسة آه، في بعض جزء منهم مشترك التأليف بيني وبين صديق شادي قهوجي هول القصص صدروا لدار حبيبنا شيرون كانوا التجربة كانت مشتركة لأول مرة بكتب أنا وصديق يعني رفيق العمر هو وفي قصص كتبتها بشكل منفرد لإلي الحمد لله موجودة بين إيدين المراهقة المراهقين يعني يمكن تكون عم بتضيف لهم شيء اكيد اكيد ولنحكي عن ال 2020 الاشياء غير على الجو العام الهيك القاتم وعن جد يعني اللي كله لون اسود في بصيص نور لمع عند جوني البتار وهو اصدار له كتابه الشعر بالمحكي صحيح. مولودك الاول كشعر شعرا هذا المولود شو الاول شو كان هيك على الكاميرا شو كان اسمه هيك صوتي انكسر لم الصدف تفيت هذا آه العنوان كان له هالعنوان آه هو الديوان بشكل عام انا هديته لروح والدي نعم. يمكن اخذ هالطابع الانكساري ولكن اذا بتقري الكتاب ما بتشوفي في مثل ما كنا عم نحكي عن المعاناه والالم تظهر ولكن مش هي اذا بدك السياق الكتاب كله نعم. بالعكس رايح لمحلات ثانيه يمكن فيها فرح عملتوا وقع بال2020 صح عملتوا ب 29 شباط هالتاريخ المميز كان بالنسبه اللي بيجي في... كل اربع سنين صحية. مره ب29 شباط كان هيدا التوقيع وكان في عدد هائل من الاصدقاء يلي تغيبوا بسبب الكورونا صحيح وكانت يعني بي بي اذا بدك بلشت تشتعل بمجتمعنا بأوجة كانت صحيح كانت بلش اول لوك داون او اول قرار التسكير. بالتسكير قد في جراه اليوم لت يعني هي مش قصه تحدي لانك حتى كانت مفهوم الكورونا كان جديد عن الناس وكانت كلها خيفانه قد ايه كمان عندك هالجراه وانت هيك بطبيعتك على طول يعني بتكسر الحواجز الاشياء وبتنطلق يعني ما بتوقف عندها صحيح هلا اول شيء انك تكتبي شعر هيدي جراه لانه بهذا الزمن كتابه الشعر منو شيء مطلوب بالـ بالـ بالاعلام او منو مطلوب الشعر يمكن الناس اذا بتسمعيها اشياء حلوه بتسمع بس يمكن ما بتطلب هيك من م. تلقاء نفسها م. وبالتالي هي مغامره واحد يعمل كتاب وكتاب شعر <applause> نعم المغامره لاخرها وانا كان بالنسبه لي هيدا من طموحاتي انه بلش ثبت دعساتي بمجال الشعر والشعر المحكي وكانت اول مغامره يمكن ما بعرف اذا توقيتها مناسب او لا على كل حال الزمن لقدام ببلش <applause> يبين لي اذا قادر استمر وكفي او لا اكيد بس انه بتحس انه مثلا اذا رجعنا إيه، طلعنا وعشنا من اول وجديد ترجع تعيد اعاده لانه في ناس يمكن حابه انه اللي بيتابعك وبيعرف هلا رح نقرا اصلا كمان المستمعين يعرفوا عن اي نوع من الشعر بتكتب ممكن ترجع لانه ما اخذ حقه يمكن بتحس بعد مزبوط مثل ما لازم ليكي هلا الكتاب صدر و بطبيعه الحال صار في كتير اذا بدك حلقات حول هالكتاب م. عملت يعني م. من خلال المنتديات الادبيه بلشت بجمعيه التجاوز يلي بنتمي لها هالجمعيه اللي بتفتح لنا دائما الافاق لنعبر عن عن حالنا وانت يعني وانتقلت لمنتديات اخرى عملت كذا امسيه حول هالكتاب بتوقع انه صار كافي يعني انتهي من أه. من اذا بدك نفكر الاعلام بشي جديد عنه جديد يعني ايه بدي بدي يصير روح لشيء جديد طيب فينا نسمع شيء فينا نسمع هلا آه. سمعنا هيك رح بلش شي... غير شكل آه هيك شعر مع موسيقى يعني نروق شوي اعصابنا رح سمعك شيء مش من الكتاب اه, ببلش آه بلش بشيء آه هيك انساني اكثر ايه؟ ومنرجع وبنرجع بنروح للاجواء الثانيه اذا بدك اكيد تفضل رح اقول لك آه ربي أنا شلقة عكت في الشير عمري هدي بعب عليقة قونة فزع عاتم المهاوير ربي أنا صوتي وعي بكير يزق الصدى بتنكة هوا ويصير يبشر مروج الضجر في اسمي نتر مني وكنت صغير لقيته طلع بعشاب برية ربي أنا خيالي وقع ببحيرة الفي انطرته بعين الشمس يربق بالي مثل شجرة شوح صوب الفضا فتحتن إيدي شلوح وعم قطف عصافير من يوم ما شموا غصوني ريش حرية بحس السما خضرت بإيدي بشوف الشجر بيطير حلو حلو كتير جوني هاي سكوب لقلنا جديده يعني هيدي من القصايد الخارجية وين هول مؤخرا عملته <applause> حتى الالقاء اليوم قد كمان بضيف للكتابه يعني ما بتكون هيك ناشفه و طبعا ليك الشاعر هو بالنتيجه منه منه كلمه بالقصيده فقط هو صوت فاذا التقى الشاعر مع حاله ككل بين كلمته وبين صوته بيقدر يوصل قصيدته بالشكل يلي هو كان عنده الاحساس فيها وبيرجع للمتلقي اذا بيقبل هالشيء او لا نعم حلو كتير، طيب اذا بدنا نروح هلا ما بعرف محضرنا كمان بدك نقرا شوي ايه؟ كأن عبالك تسمعي غزل؟ ايه يلا <applause> مثل كل لانه بيوض... يعني انا بدي بس اتعقب على شغله قلتها انه يمكن معك حق بمطرح معين وانما انه هلا مش كل الناس تطلب انه ينكتب شعر او شيء، هاي شغله يمكن انا بوقف عندها، مش ما بوافقك بس بتوقف عندها ليه؟ لانه هلا عم نحس واليوم وعالساحه اللبنانيه والعربيه يعني هيدي طاقه الثقافه والكتابه بالعكس مفتوحه وفي سيالين لدرجه حتى اللي ما عنده محاولات عم بيحاول عم يعني انا حاسه انه في هجمه اليوم على هيدا الشيء متعطشين له في جمعيات اكيد يحتذى بها وترفع لها القبعات منا اكيد من تحيي لكل افراد تجاوز ورئيسة كمان واعضائها عم بي يشجعوا كل اللي عم يكتبوا عم يتطوروا وحتى انه يواكبوا يواكبوا هيدا المجال يعني لانه نحن هيدا هي هويتنا وهيدا هو تراثنا وبدنا نحافظ عليه بقى لازم يعني يكون في هيك واكيد في ناس بغض النظر ما بدنا نحكي بالاشياء السلبيه وانما كل المحاولات بعدين بتصير جيده اذا كانت صحيح يعني النتيجه الذوق العام هو بغربل شو شو عباله وشو مش عباله ومعك حق اكيد التعبير بالكلمه هو كانت طاقه مم. للناس يركضوا من خلالها او يطلعوا من خلالها لنافذه ضوء صح ليتنا نقرا غزل يلا ونكمل هيك نخلي المشاهدين والمستمعين اليوم آه. يعيدوا معنا بثقافه وابداع جوني بيتار ورقي حروفه شكرا رح اقرا لك من الصفحه 124 آه يلا من أصايد الغزل وهون سعيد عقل نتذكر بيقول الغزل تلتين الحضاره <applause> صحيح بقى بعرف كل ما الغفا بيناتنا زاد النوى بعرف اذا طالع ببالك ورد من تفتيحته يمكن لاني بشم فيي ريحته عقد ما عم بقشعك كلك سوا دعست عيونك بسمعها فوق الهوى الله رح <applause> اقول وحده ثانيه صغيره كمان صفيت عارف شو بكي مرات لما بتقلعي صوتك وتتحممي بعطر البكي ردي قبالك درفة الشباك مقشوع تلتين الحكي آه. بعد وحدة بعد غزال يلا نختم بوحدة بعد وحيات وحياة بكلة شعرك المجدول مفلوت خصلة شعر عكتفي انت وعم ترخي بايديك نزول سحابة اللهفه حدفتي الارض عن برمتها نتفي وتخربطوا الفصول غمرتك شفيت من الوقت من ذكريات الخوت من شوك لحقالي شفيت من حالي لعت جسمي ولبست يما عنب يما لبست ياقوت من كتر ما جسمك بقي مشغول دقيت ع خصرك فتح ايلول الله الله يا جوني روعه هلا نحن معك الوقت ما بعرف كيف قطع وانما قطع بدسامه وبغنى بدنا نسمع بعد الله. موسيقى قبل ايه ما, ما ننهي اه فينا شو بدنا نسمع اكيد. هلا بنسمع بركي شي على نبع المي يلا <applause> حلو حلو كتير. بتحب آه توقف؟ بركي اهيا افضل اكيد <applause> يعني يا ريت صوتها حلو بتشجع الانسان يتمتم ويدندن هيك احكينا عن الشيء الحلو اللي ضافت لك غير الكتاب هيك كيف تحب تعيد كل الناس اللي بيعرفوك اللي تعرفوا عليك أكتر هلا اللي صاروا بدهم يتابعوك من بعد هالمقابله اللي كلها عن جد هيك اناقه شكرا شكرا, <applause> شكرا. اول شيء بعيد كل المشاهدين والشعب اللبناني كله ان شاء الله هيك بتكون ال 2021 نهضه من كل المقاسي من كل النواحي وحتى العالم من من الكورونا تكون يكون خلاص قريب ان شاء الله ولجمهور الشعر بقول لهم بنعاد عليكم بقصايد جديده وبمحاولات يمكن تنقلكم اضافه اذا بقدر و ان شاء الله هالسنه كمان لإلكون، للتي في للاعلام كله يكون كمان عن جد في هيك صوره جديده يشوفوا لبنان بصوره تانية لانه لبنان بيستحق نقشعه من من زاويه تانية يمكن هلا العتمه اخذتنا لمحلات معينه بس في كتير نور لبنان اذا بنقدر نبرم نقشعه كتير احلى نعم نحن بنشكرك جون البيطار وفعلا اللي بيتعرف على مبدعين من وطنه بيقشع النور تلقائيا لحاله بيبين يعني اليوم انت ومش بس انت كل الناس اللي بهيدا المجال اللي عم بيجربوا قد ما فيهم يناضلوا ويصمدوا بالكلمه بالشعر بالموسيقى بالاعلام بكل القطاعات اللي, اللي تبين لبنان الحلو اللي بعده هيك صامد هو مثل ليره الذهب تلمع لحالها ونحن هيدا اتكلنا على الله وعلى كل حدا قادر يضوي شمعه بهالظلمه ما يلعن الظلام طبعا شكرا نشكرك بنشكرك ومن عيدك نعيد عائلتك كمان من خلالك <applause> وعلى امل تكون سنه خير وصحه اهم شيء بدنا نتوقف للفاصل الثاني ونعود نكمل معكم